والسلام أجمعين وصدقة الأنبياء والمرسلون صلوات الله عليهم أجمعين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين لا مغيرين ولا مبدلين مقرين غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جدد العهد وننهج ما نهجت إليه ونسلك درب الشرف والوفاء والإباء كيف لا وأنت قد التحقت بقافلة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين فسلام عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي الفاتحة. أحسنت. أرى في هذا الشعب عدم التراجع لمن يجدد ذكراهم، هذا يدل على الشباب والشعب تمسكه بالشهيد، وأتوقع أن دم الشهيد لن يروح هدرا. كيف لنا ننسى الشهداء وهم الذي ضحوا من أجلنا ومن أجل النصر حتى يتحقق إلى هذا الشعب الذي خرج لأجله. أتوقعوا يا أبنائي الأعزاء الذي خرجتم لأجل الثورة والدين والعقيدة، تأكدوا أن سيأتي اليوم الذي تنتصروا فيه إن شاء الله. فلنعتبر ولنقتدي بالشهداء ولنسير على نهجهم. نسأل الله أن يتقبل منا هذا الشهيد ويجعله مع أنبيائه وأوصيائه في أعلى عليين. إرون على دربكم حتى يتحقق النصر المبين، والله وعدنا بهذا النصر ولن يخلف الله وعده، وصدق الله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.